تتواصل المتعة على قناة نسمة بمباريات نسمة سوبر ليج القسم الثاني. فبعد فسح المجال أمام تحضيرات المنتخب التونسي وتوقف بطولة نسمة سوبر ليج القسم الأول، يستقبل اليوم نادي الأمل التونسي ضيف الجمعية الرياضية بالقبعة ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى. نادي الأمل الرياضي التونسي يعتبر من أضعف الفرق في المينيفوت بشهادة الأرقام الكارثية اللي حققها في هذا الموسم. هزيمة بعشرة بلاش في آخر ماتش ضد إفسي رفرف خليته الأخر عن جدارة. 11 جولة ما شفعتلوش باش يحصد حتى نقطة، صفر من النقاط، دفاع أقل ما يقال عنه أنه كارثي قبل 86 هدف بالتمام والكمال، هذا ما يخلي نادي الأمل الرياضي التونسي بدون أمل. في الجهة المقابلة الجمعية الرياضية بالقبعة يعتبر في طريق مفتوح لنيل 3 نقاط جديدة تخليه يقرب أكثر للصدارة. جمعية القبعة اللي حقق 6 انتصارات 2 تعادلات و 3 هزائم لم 20 نقطة تخليه بعيد على الصدارة بـ3 نقاط. مقابلة هامة للضيوف، ومن المؤكد أن الدعم الجماهيري باش يعطي دفع معنوي للفريقين من أجل كسب الرهان وكسب النقاط الثلاثة، خاصة أصحاب الأرض اللي يطمحوا لتحقيق أول نقطة في الموسم، في حين الضيوف أمام مهمة غير صعبة من أجل القفز للصدارة.